علاج بإذن الله عن طريق أساليب البديلة في العلاج أو أساليب الشفاء الشامل، سواء إيحاء أو كينيزيولوجي أو ريكي أو باي أورا أو إلى آخره، أو حتى الأساليب الطب الصيني. على فكرة في وايد أساليب أصبحت بديلة في العلاج جدا رائعة وتعطي نتائج جدا مذهلة. إذا ما أقدر أقول لك ليش ما قام يتكلم وليش ما قام يمشي، ولكن إذا كان مو لأسباب حوادث لا سمح الله أدت إلى مثلا انقطاع الحبل الشوكي عنده أو شيء من هذا القبيل، نعم حتما بإذن الله رب العالمين في مجال إن شاء الله نتفائل خير. أنا دائما أقول حق العميل خاصة بي برا، استخير إذا الخيرة تطلع لك زينة بإذن الله رب العالمين راح تلاقي أن طريقك مفتوح وراح توصل إلى المكان. حياك الله أخت رابعة. يا هلا، السلام عليكم. عليكم السلام، شلون صحتك؟ شكرا على الورد الجميل، تستاهلين والله حبيبتي، تستاهلين أكثر صراحة. الله يسلمك يا رب. قولي لنا تجربتك. اي دكتورة، أنا خذيت عندك دورة تفكر في مرادك تحصل عليه. نعم. إيه خليتها مرتين عندك، لكن النتائج صراحة رائعة جدا أثناء الدورة وبعدها. نبي نعرف النتائج. إيه النتائج صراحة ثلاث نتائج في الدورة. في أثناء الدورة أنا كنت يعني ما أعبر أسجد، صار لي 5 سنين وأنا أصلي على الكرسي. نعم. وتمنيت إني أسجد صراحة، وأثناء الدورة أنت قلتي لي تعالي، وفعلا وكان حطة في مخيلتي إني أنا بسجد خلاص، ما ابي اقعد، ما ابي اصلي على الكرسي. نعم. وفعلا قدام المتدربات صليت، وبل تربعت بعد على الارض، يعني بكر. جميع الام اللي بريولي راحت صراحه. نعم نعم، نعم. الحمد لله رب. بعد الدوره، مو بعد الدوره، بعد واثناء الدوره اللي هي ثاني يوم، هذا اول يوم السجود. ثاني يوم كان انت، انا جيت لك بنت ولدي قلت لي انه في مرض القلب وكذي، المهم ابي لي اخذ موعد حق ولدي. زين، عليكم السلام. فابي موعد حق ولدي. المهم رحت المستوصف، كان يقول ويل موعد 3 أشهر، قلت لا خليني استخدم قانون الجذب يلا. طلع السلاح، حطيت اي والله، وحطيت ايدي على راسي وانا اسوق، ايد ورا وايد قدام وانا بالسياره، واقول يا ربي انا خذيت الموعد، لا استلمت الموعد لا اليوم ولا باكر. المهم دخلت عند السكرتيرات، كان يقولوا لي، قلت لهم ابي موعد حق قلت كذي هذا، كان يقول متى تبينه، اليوم ولا باكر؟ انا بعد انصحقت وقعدت. شلون اليوم ولا باكر؟ كان يقول انا باكر عندي الدوره كملها عند الدكتوره. لا خلينا عقب باكر. طيب شنو اسلوب الاساليب اللي استعملتيها عشان المشاهدين يستفيدون منك؟ هذا انا قاعد اقول لك، حطيت ايدي ورا وقدام مثل ما علمتينا. نعم. وقاعد اقول انا استلمت الحين، انا يعني خذيت الموعد اليوم، انا استلمت الموعد. حلو. الموظفين ان شاء الله متعاونين معي. حلو. وعلى الله، ودخلت عليهم. ممتاز. وطول الطريق على اكرر هالمقوله. حلو. المهم وخذيتها، ولا هم يخيروني اليوم ولا باكر. وتول يقولوا لي 3 أشهر 4 أشهر، والحين اليوم والحمد لله خلاص، وجيت وبشرتك. الله يبشرك بالخير ان شاء الله. الله يسلمك. بنفس الدوره، زين، ثالث يوم الدوره كان سيارتي بيمتها خالصه، المهم ريلي سوى البيمه، بس دفتر السياره قلت لا انا بروح اسوي الدفتر بروحي. كان يقول لي ريلي وين اشتبين وين تلين المرور، قلت بس دلني الطريق انت وانا رايحه كيفي دلني. وطول ده فكيت النمر، كني ريال فات النمر وشايلتهم بايدي وداخل على الاداره. المهم دلاني، دخلت كان اسال اول واحد، كان يقول وين تمرين بهالممر الشطوله وتروحين، إنا لله. المهم لقيت القريفة واللي مكتوب عليها شو اسمه، غرفة تخليص معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة. كان قاعد أقرأها، قلت أنا من ذوي الاحتياجات بس مو الخاصة، ولا أسمع الريال داخل يقول لي تعالي تعالي. كان أدخل والنمر بيدي، وأنا طول الطريق بقول أنا استلمت دفتري، خلص دفتري وبسرعة الممكنة. كان يقول خلاص قاعدي، والله العظيم ما صار 5 دقائق ولا الدفتر والنمر جايت. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. والله جزاك الله خير يا دكتوره، ما شاء الله عليك. بس ومن هذاك الان لهالان وانا استخدم هالشتمه قانون الجذب. قانون الجذب، وجذبت بعد في صديقتي، كنت زعلانه وياها شويه تاتش وزعلانه، فقعدت يا ربي شو اسوي، طول الليل ادعي ونقوم احط صورتها وقعد احاكيها حاكيها حاكيها، والله ما صار، ما صار 2 شهر ولا احنا رادين اكثر من اول. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. الله يتمم عليكم دكتوره، ما قصرتي والله. الله يتمم عليكم ان شاء الله يا رب. الصحه والعافيه. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك، مشكوره. ما شكرا قصرتي. شكرا لك. طبعا اخت ربيعه شو تقول ان حطت ايدها، يعني شنو حطت ايدها؟ بمعنى ان
نحط ايدنا اذا نبي نستخدم قانون الجذب الكوني، نحط ايدنا بهالطريقه امام وخلف. ليش امام وخلف؟ لان لاحظنا بان لما نحط ايدنا على اي منطقه في جسم الانسان الدم يرتفع الى هذا المكان، اذا حطيناه هنا الدم يرتفع هنا، اذا حطيناه هنا الدم يوصل هنا، اذا حطيناه هنا الدم راح يرتفع فوق قدام وورا، مما يؤدي الى ان اذا كان في ستريس، اذا كان في توتر لفكره اني انا مثلا للفكره الستريس راح يروح. راح اكمل. سوسن حياك الله، يعطيك العافيه دكتوره. اهلا وسهلا فيك. دكتوره، اولا فقط للعلم عشان بس المشاهدين يسمعون، ترى انا ما اؤمن وايد بهالشغلات، اوكي؟ من حقك لانك ما خفتيها. لا مقدمه بس. نعم. ليش ما اؤمن فيهم؟ لاني جربت وايد اشياء. نعم. واحس ان كل مالي وابتعد عنهم، يعني مو بس اقصد الشغلات اللي انتم تقدمونهم، اقصد الروحانيات عموما. نعم. انزين، مشكلتي انا عندي بنت عمرها 11 سنه. اوكي. بنتي معاها التهابات فيها مستمره بالكلى وبالمثانه. بنتي معاها هشاشه بالعظام، انوركسيا، وزنها 21 كيلو 22 كيلو. اوكي. جروث ريتارديشن، ما قاعد يزيد وزنها ابدا، صار لها سنتين. إضافة إلى معها ديبريشن، معها آلام مستمرة في جسمها. يعني تقعد من النوم تصرخ وتبكي. نعم. معها آلام بالجسم. تنام بالليل تبكي لأن راسها يعورها. نعم. جربت كذا شيء يعني صراحة. ما فاد. وكل مالها وقعد تطلع لنا بأشياء جديدة. نعم. واحد من الدكاترة، يعني الدكاترة النفسانيين، اقترح إن معها ممكن يكون صدمة، لأن هي كانت حاضرة أيام لما توفى أبوها. كان عمرها 4 سنوات. البنت بالإضافة إلى كل هذا معها ضعف قدرات في القراءة والكتابة. في حل؟ في علاج؟ بريج؟ اوكي سوسن، اول شيء اشكرك على صراحتك انك بديتي وقلتي انا ما اؤمن بهالاشياء، وعموما ما اؤمن بالروحانيات. احنا شغلنا مو روحانيات، شغلنا حقيقه كينيزيولوجي. احنا نشتغل فعلا على جسم الانسان، ونشتغل فعلا على عضلات جسم الانسان، على مسارات طاقه جسم الانسان، على النقاط الليمفاويه، نقاط النيروفاسكولار بوينتس، اشياء فعلا حقيقيه والدكاتره يعرفونها تماما، ولكن ما يعرفون كل شيء نسويه، لان هم خذوا فيلد واحنا هم خذوا حقل واحنا اخذنا حقل اخر. هذا من جهه. من جهه ثانيه احنا نقول شنو؟ لا تؤمن، مو ما انكم تؤمنون، مو مهم ان اي انسان يؤمن بهذه العلوم، المهم ان نشوف النتائج، والنتائج مو احنا نقولها، الناس اللي يدقون يقولونها. انا بودي اجيب كل الناس هني، لكن احنا مجتمع كويتي منغلق، وايد ناس يرفضون يطلعون بالتلفزيون يقولون انا كان عندي كذي وانا كان عندي كذي، يفضلون يتكلمون بالتليفون. وكل انسان في اتصال جيد بينه وبين عقل باطن ماله راح يعرف اذا في مصداقيه من هذا الاتصال ولا لا، واذا الشخص قاعد يتكلم فعلا حقيقه ولا لا. اللي بقول لك يا سوسن، النقطه الاولى اشكرك. في شيء ثاني راح اكمل معك، بس والله هم 13 مرض، بس انا اكتفيت اعطيتك رؤوس الاقلام. انا اشكرك وراح اكمل معك. شكرا سوسن. اهم شيء سوسن انك انت تكونين مؤمنه إيمان قاطع وتام بشفاء بنتك. بمعنى إذا تجيبين بنتك حق أساليب العلاج اللي إحنا نتكلم عنها وأنتي مش مؤمنة إنها راح تشفى، ما راح تشفى بنتك، لأن المعلومة تنتقل من عقل باطن إلى عقل باطن. ونتائج قانون الجذب الكوني اللي راح أتكلم عنها إن شاء الله يكون عندنا وقت، إذا ما عندنا وقت راح نكمل الأسبوع القادم، لأن هذا موضوع جدا مهم. تبين بأن كل مريض خاصة الأطفال إذا أهاليهم مو مقتنعينهم راح يشفون، ما يشفون ما يشفون. عندي وايد مرضى أم أس شفوا، وايد مرضى أم أس شفوا. عندي مريضة من مريضات الأم أس حقيقة يعني حتى صلاة الليل أدعي لها في كل صلاة، وأدعي لجميع المرضى في كل صلاة إن شاء الله بأن تشفى. ولكن هذه المريضة بالذات سوت تقدم معين بعدين وقفت، اكتشفت أن السبب أمها جدا 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 سلبية ولا تعتقد نهائيا بأنها راح تشفى. ليش؟ لأن الأم
بصوبها مسكينة الله يساعدها، مرت بظروف نفسية جدا قوية، مرت بظروف جدا جدا قوية، فبالتالي مما أدى إلى أنها صارت جدا متشائمة وقالت لي أنا ما أعتقد أن بنتي راح تشفى. اللي بقول لك يا أن إذا إحنا نقدر نشتغل عليك أنت أول شيء ونغير من نظرتك، بمعنى نحول التشاؤم إلى تفاؤل عندك رقم واحد، بعدين نستلم بنتك أي أخصائي في أساليب الشفاء البديل، مو شرط إحنا، أي مكان تروحين راح تلاحظين نتائج جدا روعة. هشاشة العظم تروح، الأنوركسيا باي ذا واي هي عبارة عن سوء علاقة بين الأم والبنت، أدمج تموتين عليها، ولكن ما في بنت عندها أنوركسيا إلا عندها مشكلة مع أمها بشكل ما. وقلتي لي إن الوالد توفى، فمعناته اضطريتي تلعبين دور الأم والأب، مما أدى إلى أن صار في ضغط عليها جدا كبير وضغط عليك أنت جدا كبير. الديسلكسيا طبعا لأن مرت بسترس جدا كبير، وحتما وفاة والدها أمام عيونها لعب جدا دور. نعم لها علاج.